فيديو النهارده مش مقارنه قد ما هو مساعده ليك انك تختار. 3 موبايلات فرق ما بينهم حوالي 300 جنيه والثلاثه في نفس الفئه السعريه، 2 منهم نزلوا من اقل من اسبوعين وهاتف اقدم من شهر 10 2019. وكان بيجي لي اسئله من ناس بتسالني اشتري ايه فيهم، فقلت اعمل لكم الفيديو دوت وتكون مقارنه عشان بردك اكبر عدد يستفيد. وركز بقى مع المقارنه دي عشان دي مقارنه ثلاثيه غير عاده المقارنات العاديه اللي كنا بنعملها هنا. بس كالعاده لو انت لسه مش متابع القناه فتنزل تحت تضغط على زر السبسكرايب او الاشتراك وتفعل الجرس لو انت حاسس انك انت هتستفيد من القناه ديت سواء في الوقت الحالي او في المستقبل. وزي ما متابعين القناه عارفين انا دايما موجود لمساعدتكم، ويا ريت لايك كمان عشان الفيديو يوصل لعدد اكبر. حابب انوه ان في وقت تسجيل الفيديو دوت لسه ريلمي 6 وال6 برو لسه ما تمش الاعلان عنهم رسميا في مصر، رغم ان تم اطلاقهم في الهند وكمان تم اطلاقهم في اكتر من 5 دول اوروبيه من يومين، الهند كانت من فتره. اعاده المقارنه هنا لو انت مش فاكر، فالمقارنه هنا بتتقسم لاجزاء او جوانب وبتعاملها كل جنب على انه جانب منفصل، وبنقارن كل موبايل فيهم في الجنب دوت، لان كلنا مش اهتماماتنا زي بعض، في بيركز مثلا على جنب الشاشه، بيركز على الاداء، في غيرهم بيحب الكاميرات اكتر. شوف اولوياتك في الجوانب المهمه ليك، والموبايل اللي بيكسب في كل جانب بيضاف له نقطه او بوينت. نبدا على طول باول جانب هنا وهو التصميم والخامات. خامات التصميم متشابهه جدا، وان كانت الخامات الافضل شويه في الريلمي 5 والريلمي 6i، وحتى تصميم شكل الظهر على شكل قطع الكريستلز الصغيره اللي كانت في الريلمي 5، وده برده كان نفس تصميم اللي شفناه في الريلمي C2. والثلاث هواتف هنا سبلاش ريزيستنت، يعني مضادين لخطرات الماء. والثلاث موبايلات من البولي كاربونيت، يعني بلاستيك مش زجاج، وبرده وزنهم في ايدك هيكون زي بعض تقريبا، هم 195 جرام الى 199 جرام في الرينج دوت. وفي نفس فكره شكل التصميم واحد هو هو اللي بتلاقيه في معظم هواتف ريلمي، هي دايما بتاخد نفس التصميم تحطه في كل الموبايلات. الاربع كاميرات في الظهر مرصوصين على الشمال، وتحتهم كلمه لوجو ريلمي على نفس المحاذاه والبصمه في الظهر. والجهه الاماميه بتلاقي قدام الناتش، وريلمي بتسميها ووتر دروب ناتش، في ناس ثانيه بتسميها تير دروب ناتش، كل دي مسميات ملهاش لازمه، المهم في ناتش عشان الكاميرا الاماميه في الشاشه. بالنسبه لشكل ريلمي 5 والسي 3 شكلهم مميز وعاجبني الحقيقه، بينما شكل ريلمي 6i سيء جدا. انا مش عارف اللي كان بيعمل التصميم يعني كان بيفكر في ايه وقتها. ما علينا، ممكن حد فيكم يحب التصميم، ديت اراء شخصيه، التصميم او الشكل مش بنقيم عليه. تمام كده بقى، نقول تعادل وكل موبايل هياخد نقطه، وتكون كده النتيجه 1 لكل موبايل فيهم. ومكملين بس المره دي مع الشاشه. الشاشه هنا في الثلاثه متشابهه برضو، شاشه كبيره ولكن دقه الشاشه اللي هي HD بلس فقط، يعني مش فول HD، الكلام ده على الثلاثه. وهتلاحظ كده لما تيجي تشغل يوتيوب هتلاقي اكبر جوده تقدر تشغلها 720، مش هتلاقي 1080 قدامك في الاختيارات. ده العادي في الفئه السعريه دي، يعني مش حاجه غريبه بالنسبه لنا. ولكن شاومي السنه اللي فاتت غيرت قواعد الفئه السعريه لما نزلت بالريلمي نوت 8 بشاشه فول اتش دي في الفئه السعريه دي. حجم الشاشه كبير في الثلاث موبايلات 6.5 بوصه، وشاشه عاديه في الثلاث موبايلات IPS LCD، يعني مش AMOLED. وبالمناسبة لو انت عايز AMOLED في الفئة السعرية دي، ممكن بقى تفكر في السامسونج A30S. بالنسبة بقى للثلاث موبايلات بردك فروق طفيفة جدا في الشاشة ما بين الثلاثة، وبردك الجانب دوت يخلص تعادل ويضاف نقطة لكل موبايل فيهم، والنتيجة تبقى نقطتين لكل موبايل فيهم. بس لحد الآن مفيش أي تقدم، مفيش أي موبايل عمل تقدم. يا ترى هنشوف بقى الاختلاف في الأداء ولا إيه؟ بالنسبة للأداء، وهنا بقى يبقى الاختلاف، لأن كل هاتف من الثلاثة بتشيب مختلف. اولا بالنسبه للريلمي سي 3، انا ماشي بترتيب الاسعار الاصغر للاقل، معالج هيليو G70 واللي مبني على معماريه 12 نانومتر. وبالنسبه للريلمي 5 كان معالج من شركه سناب دراجون الامريكيه اللي هو 665 او 665، والقائم على معماريه 11 نانومتر. رقم المعماريه الاقل بيفيد في توفير شويه في البطاريه، وكمان سخونيه اقل في الهاتف كشكل مجمل. واخيرا الريلمي 6 بمعالج جديد من ميديا تيك وهو الهيليو G80. بالمناسبه عشان ممكن هيجي في دماغكم السؤال ده بتاع معالجات ميديا تيك انزم، هبص المعالجات الجديده كويسه. كانت من كام سنه ميديا تيك عملت تشيبات كده لفلاج شيبس، والمسمى بتاعتها كان بيبتدي بحرف الاكس، ديت كانت تعبانه جدا وعملت فشل ذريع وسمعه وحشه لميديا تيك عامه، فوقفوها وقتها وبداوا يركزوا اكتر مع الفئه الاقتصاديه والفئه المتوسطه. بس رجعوا تاني دلوقتي للفلاج شيب، لسه ما شفناش حاجه على ارض الواقع، بمعالج جديد اسمه دايمنسيتي 1000 الجديد. مين بقى اللي كسب في جانب الاداء؟ بص، الثلاث هواتف هنا بيقدموا
يعني اداء محترم جدا، مش هيقابلك مشكلة مع اي هاتف تختاره فيهم. ولكن لازم موبايل واحد اللي يكسب هنا، واللي يكسب هنا هو الريلمي 6i، لان المعالج اقوى شوية وخاصة في سرعة النواة الواحدة، وده بيفيدك في الالعاب. وبجانب كمان المعالج الرسومي الاسرع واللي بيسجل سكور اعلى من 665، وخلي بالك فرق الاداء بقول لك تاني اهو بسيط مش فرق كبير، واعلى برضو طبعا من الهيليو جي 70. ويبقى الريلمي 6i هيزيد نقطة، ويبقى النتيجة هنا 3 لصالح ريلمي 6i وسي 3، والريلمي 5 مازالوا نقطتين لكل موبايل فيهم. طيب كويس، بدأنا اهو نخرج من التعادل ونشوف موبايل يتقدم. يلا نروح بقى للجانب اللي بعده، وهو جانب البطارية. طالما قلنا اداء لازم نقول بطارية، ما ينفعش اداء بدون بطارية. البطارية هنا كبيرة في التلات هواتف، مش هيقابلك اي مشكلة وهتسند معاك جامد في الالعاب او في مشاهدة المحتوى. ولاحظ ان الهواتف اللي بالمعالج فيها اسرع طبيعي ان تلاقي البطارية بتخلص اسرع، في كتير ما بياخدوش الموضوع ده في الحسبان. معاك معالج فلاكشيب، ايوه هيخلص اسرع، معالج قوي بيسحب اكتر بيديك اداء اكتر، وبالتالي هيسحب طاقة او هيسحب بطارية اكبر. وبالجانب ده ينظامه بقى شكله تعادل ولا ايه؟ لا استنى بقى لما اقولك. التلات موبايلات بطاريتهم 5000 ملي امبير، ساعة محترمة جدا، الا ان الريلمي 6i هو الوحيد اللي بشحن سريع 18 واط، والسي 3 والريلمي 5 الاتنين شحن عادي 10 واط، وبرضه هو الوحيد اللي بمنفذ شحن تايب سي. تايب سي تقريبا يعني المفروض يكون في كل الهواتف دي، مش حاجة جديدة، ولكن دي حاجة ريلمي كانت مفتقداها، كان عندها مايكرو اس بي كتير بتحاول تخلصه. ويبقى اللي فاز في الجانب دوت هو الريلمي 6i ويزيد نقطة، تبقى النتيجة دلوقتي الريلمي سي 3 مازال نقطتين، الريلمي 5 مازال نقطتين، والريلمي 6i 4 نقط. بالنسبة لجانب الكاميرات فهنا هنقسمها جزئين، الكاميرات الخلفية لوحدها والكاميرات الأمامية لوحدها. بالنسبة للكاميرات فالكاميرات في التلات هواتف مش نقطة قوة، وخد برضو في الاعتبار الفئة السعرية، وإنهم بيركزوا أكتر هنا على الأداء مش على الكاميرات. بس مع كده هتلاقي نتائج كاميرات يعني متوسطة أو أقل من متوسطة شوية، وممكن تكون مرضية ليك إلى حد ما. ريلمي سي 3 بيجي بتلات كاميرات في الظهر، بس ده كلام الشركة عشان تسوق للموبايل، بس اللي أنت هتقدر يعني تستخدمه فيهم هو كاميرا واحدة بس، وكاميرتين ملهمش لازمة. في الماكرو اللي هي بتقرب من الحاجات عشان بتاعت الناس الرايقة اللي بتصور الحشرات والحاجات القريبة، مش هتستخدمها 3-4 مرات على بعض الا لو انت غاوي النوع ده من التصوير، وده بيسيبك فعليا مع الكاميرا الاساسية، لان الكاميرا التانية هي كاميرا الديبث سنسور او العمق، وديت 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f1.8. وبالنسبة للريلمي 5 اربع كاميرات في الظهر، الاساسية 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f1.8. هتلاقي هنا معاك كمان بجانب الكاميرا الأساسية كاميرا مفيدة جدا، وهي عدسة الألترا وايد اللي هي بتديك كادر أوسع في الصور، وعدستين بقى الباقيين، واحدة ماكرو والتانية الدبث. وأخيرا الريلمي 6i أربع كاميرات في الظهر، والأساسية 48 ميجا بكسل، ونفس الكلام زي الريلمي 5 عدسة الوايد أنجل اللي هي 8 ميجا بكسل، وعدستين الماكرو والعمق. طيب واحد يقول لي بقى طب يا نوار مين اللي كسب بقى هنا؟ اكيد الريلمي 6i صح؟ اقول لك لا. تقول لي ليه يا عم ده 48 ميجا بكسل وحاجه عظمه قوي؟ لا الحقيقه اللي كسب هنا هو الريلمي 5، لان الريلمي 6 كاميرته بتيجي بتقنيه البيكسل بيننج وفكره السوبر بيكسل، وبيجي على الديفولت ان هو بيسجل او بيصور 12 ميجا بكسل الصور برضو، الا لما تختار انت وضع 48 ميجا بكسل. وكنت قايل لكم قبل كده ان الكاميرا من الحاجات اللي مش الرقم لما بيكبر فيها ما بتبقاش افضل ولا حاجه. عندك مثلا ايفون 11 برو بيدي نتائج احسن من موبايلات 64 ميجا بكسل مع ان هو 12 ميجا بكسل. نتائج الصور هتكون متقاربه في الهاتفين، وان كانت الجوده هتلاقيها افضل بشويه صغيرين في ريلمي 6i عشان السنسور كان حجمه اكبر شويه. بس في حاجه هنا مهمه، وهي دعم تصوير فيديوهات ال 4K، واللي قلت لك من 2019 ما تشتريش موبايل ما بيسجلش 4K، احنا هنا في 2020 صباح الفل يعني، وده لان الهيليو جي 80 ما بيدعمش تسجيل الفيديوهات ال 4K، بعكس السناب دراجون 665 اللي في الريلمي 5 عادي جدا ممكن تصور فيديوهات 4K زي بقيه الهواتف. بص مين اللي كسب بقى، انا قلت لك في الاول ريلمي 5. بص لو ينفع ان انا ادي نقطه للاثنين كنت اديت لهم، بس ما ينفعش ولازم نختار واحد بس عشان ياخد النقطة في الجانب دوت، وهو هيكون الريلمي 5. بص لو انت ما يفرقش معاك ان الفيديوهات ال 4K، فانت ممكن تعتبر الريلمي 6i خيار افضل بالنسبة لك في الكاميرات الخلفية.
والنتيجة دلوقتي هتبقى الريلمي سي 3 مازال نقطتين، الريلمي 5 3 نقط، والريلمي 6 اي 4 نقط. بالنسبة بقى للكاميرات الامامية، سي 3 5 ميجا بيكسل، والريلمي 5 13 ميجا بيكسل، واخيرا الريلمي 6 هو 16 ميجا بيكسل وفتح العدسة F2.0. كاميرا هنا يعتبر السنسور اللي في 6 اي يعتبر افضل منهم شوية. ريلمي 6 اي هنا هيزيد نقطة، وتبقى النتيجة النهائية دلوقتي ان الريلمي سي 3 مازال نقطتين، الريلمي 5 3 نقط زي ما هو، والريلمي 6 هيزيد نقطة ويبقى 5 نقط، يعني 2 3 5. قلتلك الصغير ريلمي سي 3، في النص ريلمي 5، وفي الاخر ريلمي 6 اي. بالنسبة للجانب اللي بعده هو جانب القيمة مقابل السعر وليس السعر، يعني اكتر موبايل بيقدم لك منفعة مقابل التمن او البرايس اللي انت هتدفعه فيه. بالنسبة للريلمي سي 3 سعره كان 2300 جنيه، والريلمي 5 تمنه 2500 جنيه تقريبا. ريلمي سي 3 والريلمي 6 اي موبايلين احدث لسه نازلين، وكانوا متسعرين بره بسعر ارخص بكتير من هنا، وسعرهم هنا مبالغ فيه. بينما الريلمي 5 تسعيره عادل اكتر، يعني يعتبر كويس او سواء هنا او بره، وكمان زجاج الحماية على الشاشة افضل بشوية صغيرين، بس ما كانتش نقطة كافية ان هي تكسبه وقتها، ولكن هو هيكسب هنا. يعني النتيجة هي 2 4 5، واللي هم على الترتيب ريلمي سي 3 2 وريلمي 5 4 وريلمي 6 اي 5. وبرأيي هنا التلات هواتف عامة كويسين، سواء لو خلاص اشتريت حاجة فيهم او لسه بتفكر تشتري. ريلمي سي 3 وريلمي 6 اي كويسين، بس محتاجين تمنهم يرخص عن كده عشان هما كده اوفر برايسد. ولو لاحظت ان سي 3 اقل سكور فيهم، ليه؟ لان ده اصلا هاتف فيه اقتصادية، وليه فيديو هنا منفصل في القناة كنت عملته من فترة، وكان على نسخة الهند كمان اللي هي النسخة التانية اللي ما فيهاش بصمة وكاميرتين في الظهر. كنت اكدت في اخر الفيديو دوت وقلت الموبايل ده يا جماعة اخره 2000 جنيه ما يزيدش عن كده عشان يبقى صفقة كويسة بالنسبة لهم. وعشان تكون فاهم الدنيا، ريلمي عندها 3 سلاسل رئيسية، اول سلسلة فيهم هي سلسلة السي، ودي اقل حاجة او اقل سلسلة عندهم، والسلسلة اللي بعديها هي سلسلة ريلمي 5 او 6 اللي بتعد بالارقام بعد ريلمي، واعلى سلسلة وافضل سلسلة وتعتبر مرفهة وهي سلسلة الاكس، هي اعلى حاجة منهم. 3 والثلاثة بيستهدفوا فئات سعرية مختلفة. سلسلة السي تعتبر سلسلة اقتصادية، وزي ما قلتلك دي اقل حاجة من ريلمي. بس كده وصلنا لنهاية مقارنة النهاردة، وما تنساش تقولي رأيك في التعليقات، انت تفضل او تميل لايه في الموبايلات التلاتة. فيديو ترشيحات ابريل هو متأخر شوية، انا متأسف اخذ مني وقت كبير، فان شاء الله هيكون على القناة، هينزل في خلال اليومين اللي جايين. وبس كده بقى وصلنا لنهاية فيديو النهاردة، ما تنساش ترجع لايك وتشترك في القناة لو لسه مشتركتش، وتابعني برضه على الانستجرام والفيسبوك، الرابط كلها تحت الفيديو. كان معاكم محمد نوار، وشوفكم الفيديو الجاي. Peace.